مساء الخير أعزائي المشاهدين، معاكم أسماء في حلقة جديدة من برنامجكم البداية من عندك. وأول حاجة كل سنة وحضراتكم طيبين. طبعا هكون معاكم في برنامجكم البداية من عندك، وزي ما انتم عارفين ان اسم برنامجنا مش مجرد اسم عادي. اسم برنامجنا البداية من عندك يعني اسعى ورا حلمك، يعني كل واحد فينا عنده حلم، عنده طموح، كل واحد فينا شايف نفسه ماشي في طريق غلط حابب ان هو يصلحه، لازم يبدأ من عنده. وعشان كده النهاردة موضوع حلقتنا مهم جدا، بيخص الأسرة، بيخص المجتمع، بيخص الشباب، وبالأخص الشباب الجيل حاليا. يعني في حاجات كتيرة قوي حابين ان احنا نتكلم فيها النهاردة. موضوع حلقتنا النهاردة عن الابتزاز، الابتزاز الالكتروني، الابتزاز بشكل عام، ممكن الابتزاز عن طريق السوشيال ميديا، ممكن الابتزاز يكون في الشغل بين الموظف وبين المدير، ممكن الابتزاز يكون في اماكن مغلقة زي محلات الملابس، ممكن في صالات الجيم. طبعا النهاردة هنتكلم بالأخص عن الابتزاز بشكل عام بين الشاب وبين البنت، وبالأخص لو كانوا مرتبطين أو مخطوبين أو متجوزين. سواء في أغلب الأوقات بيحصل مشاكل ما بينهم، طبعا حتى لو البنت أخطأت ممكن الشاب يستغل الموضوع ده. طبعا احنا هنعرف النتيجة دي ليه وصلت الشاب ان هو يعمل حاجة زي دي، ان هو يستغل البنت بصورة خاطئة جدا، ومرعاش ابدا ان هو ممكن يكون عنده اخوات، ممكن يكون ربنا موجود او شايفه وهو ماشي في الطريق ده، وبالنسبة له هو مستمتع. النهاردة طبعا هنتكلم عن الموضوع باستفاضة اكتر، ولكن خلوني ارحب بدكتور احمد ايوب، دكتور الصحة النفسية واستشاري التحليل النفسي، وكمان أفضل شخصية مؤثرة في 2020. شرفت بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، منورني والله النهاردة. تسلمي لي. تسلمي، ربنا يخليك. طيب عايز أعرف من حضرتك موضوع الابتزاز ده، طبعا ليه أضرار كتيرة جدا جدا، ده نابع من الأهل؟ هل ده نابع من سوء تربية الخاطئة، ولا اللوم ممكن يكون من الصحاب، ممكن يكون من خارج البيت؟ يعني احيانا بيكون في اهل كويسين جدا ومحترمين جدا، ماشيين صح، عارفين ان هم يعملوا حاجات كويسه، او عايزين يكون، يعني عايزين اولادهم يكونوا في احسن حال. تمام تمام تمام. وانا فاهم حضرتك جدا، بس هو تكوين الشخصيه من كذا نقطه، مش نقطه واحده، نقطه المجتمع اللي هو البيئه، نقطه كمان الدراسه والسلوك، كمان الاصحاب والمحيطين بيه، كمان العام الوراثي، ممكن الاب والام، ممكن يكونوا هم كويسين وكل حاجه، لكن الجدود نفسهم يعني فرق كتير جدا. العام الوراثي كمان، وده الاهم، يتعدى 50% من الشخصيه اللي هي التربيه. التربيه بتاثر كتير جدا جدا على سلوك الانسان. ممكن حاجات بسيطه جدا الاب والام بيعملوها، بس مع مرور الوقت ما بتدرجهاش. اكيد. اللي هو انت صغير، انا اسف، انا هتكلم عن السلوك لان دي تعدي 50%. اكيد طبعا، اكيد اتفضل. يعني حاجه بسيطه، تفعل عمه يا بابا، تفعل عمه، دي يدل هو لما بيكبر خلاص هو شاف ان ده العادي، ان الاهانه دي عادي. لما دلوقتي اكون انا هو اب ورايح اسلم على ابن اخويا، ف يعني بقول له انشف يا واد، فهو شاف النقطه اللي هو الواد الصغير ده، شاف نقطه القوه والاستغلال على الصغير، حاجه شو، حاجه فاني. نقطه كمان مهمه جدا المجتمع بيأثرها فينا، الاعلام. الاعلام دلوقتي لما يشوف ان السيجاره ان هو الراجل الجان، او الراجل القوه، او الراجل اللي ذو هيبه، يبقى الطفل اللي هو عنده 15 سنه ده يشوف في الفيلم او يشوف في المسلسل هيعمل ايه؟ خصوصا ان احنا دلوقتي في عصر التقدم، في عصر السوشيال ميديا كمان، ان بالزبط. دلوقتي الاطفال ممكن يكونوا عارفين اكتر من الكبار، ودي نقطه تانية، نقطه تغيير السلوك الشخصيه من نفس المجتمع اللي هو غير سوي منه، اللي هو السوشيال ميديا، والسوشيال ميديا ثلاث ارباعها مساوئ. اكيد طبعا، في ناس كتيره قوي بتستغلها بطريقه خاطئه جدا. يعني السوشيال ميديا هي حلوه جدا في ان انا ممكن اوصل لالاف وملايين لناس،
كل منهم كل حد فيهم يعني من بلاد عربية وأجنبية وخارجية. أنا كده وضحت لحضرتك إن الشخصية هي مركبة من إيه؟ أكيد. ناخد بقى جزء اللي هو الابتزاز أو موضوعنا النهاردة. تمام. ناتج عن طريق السوشيال ميديا وناتج عن طريق تواصل المجتمع. دلوقتي أنا لما أصاحب بنت تمام واللي برضو بنشوفها في المسلسلات بتاعتنا ان انا استغلها وان انا انشر صورها والكلام ده كله هو في مدخله خلاص طب ما اعملها طب ما اجربها فالاعلام ليه تاثير قوي جدا 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 جزء منه السوشيال ميديا اكيد. طيب انا دلوقتي ابتز نشوف بقى الشخصيه دي هل هذا ده عرض ولا مرض وهل ده تاثير من الاب والام ربوه غلط ولا لا يعني الشخص اللي غير سوي ده لازم اشوف احلل الشخصيه دي تاثيرها ايه هو اساسا الغلطه منين ما اقدرش ان انا علشان انا عارف ان اي حد مبتز انا هقول عليه مريض انا كدكتور صحه نفسيه ما اقدرش اقول كده هو اكيد مش مريض لان هو عارف وبيفكر لا هو إزاي المجتمع بيقول كده أكيد. انا بقول لك المجتمع بيقول ايه اكيد فانا كدكتور صحه نفسيه ما اقدرش اعارض او اقول على حد انت مريض لازم اشوفه كده واحلله واشوف شخصيته ماشيه ازاي وابتدي هل الخطأ ممكن كتير جدا من المشاكل أسرية ونفسية جات لي السبب من المحيط أكيد. ممكن تربية الأب والأم طبعا. من المحيط حواليه هو ممكن يكون بني آدم طيب بس هو خلاص اتحط في بيئة بالشكل ده ممكن هو عايز بيعافر بيحاول ان هو يخرج من انا من المخدرات مثلا من جو ما هو خلي بالك الابتزاز ده بيبقى قصد ايه فلوس اكيد وممكن كمان حاجات تانية يعني ممكن تروح لحاجة تانية يعني لو احنا اتكلمنا كمان على الابتزاز لو هو في لو ممكن في الشغل يعني حد يبتز حد الحاجة إن هو التانية دي بيبقى تأثيرها ان هو عنده فراغ بالظبط لان هو عايز يطلع فراغه على اي حد أكيد. فبيتدور ودي نقطة مهمة جدا جدا انا عايز اقولها اي حد بيبتزك او بيستغلك باي نقاط عاطفي باي نقاط مادي باي حاجه في السوشيال ميديا باي حاجه في الحياه تاكد تماما ان هو شافك في وضع ضعيف اكيد حط الكلمه دي بقى تحتها الف خط شافك في وضع ضعيف صدقيني هيرقص عليك من ايدك من هنا من يمين من شمال هيرقص عليك عاطفيا هيرقص عليك السوشيال ميديا هيضغط عليك بكل حاجه بنت او شاب اصل خلي بالك الشخصيه ممكن تكون اكتر للبنت لان ممكن البنت يكون كائن ضعيف فبالنسبه لها ممكن تستنى انا ملاحظ ان حضرتك بتتكلمي في نقطه محدده ما فيش مشكله اتنين بيحبوا بعض تمام واحد شاف ان البنت دي مدلوقه عليه انا اسف في الكلمه اللي تمام احنا بنتكلم ببلدي عشان توصل للمشاهدين اكتر اكيد طيب دلوقتي ممكن يعمل معاها ايه طب انا محتاج منك فلوس طب انا دلوقتي معايا صور ليكي طب مش عارف بقى الموضوع بقى ابتزاز عاطفي ثم استغلال مادي ضيع نفسيتها طبعا. ودي النقطة بقى اللي هنتكلم فيها طالما شاف وضع ضعيف النفسية تصل للتوتر لقلق رأرق ممكن يصل اكتئاب بالدرجة الحادة مش عارف تبلغ أبوها وأمها لأن أبوها وأمها أصلا 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 هما مش معاها اكيد بص خصوصا ان هما كمان لو من اماكن ما فيهاش ما يعرفوش اكتر عن السوشيال ميديا والاجواء دي او محافظين شويه يعني مش بالنسبه مش لهم مش اقصد ده تمام انا دايما بنبه يعني انا بعمل فيديوهات على اليوتيوب وبعمل فيديوهات على الفيس وبقول مقالات والكلام ده كله في الجرايد تمام دايما بنبه على النقطه دي الاب والام لازم يبقوا سند للبنت أكيد. لازم يبقوا سند للابن لازم يبقوا سند لولادهم يعني انا دلوقتي لما اخلي بنتي هي صديقتي ولما تغلط او حد يستغلها او حد يوجعها اول حاجه هتعمل ايه هتجري على ابوها هتقول له حصل 2 3 4 حتى لو هي غلطانه لان هي حاسه ان في سند في اب بيسندها مهما لو غلطت اصل خلي بالك وانا كنت نبهت قبل كده في لقطه كده من مشهد اسمه الاب الروحي في المسلسل اول ما البنت غلطت راحت لابوها قال لها هعدي المشكله طبطب عليها كان محمود حميده طبطب عليها قال لها عدي المشكله وبعدين هنشوف هنعمل ايه هو بيعالج المشكله طبطب عليها شوفي شوفي انا حتى وانا بتكلم انا مستشعر المشهد انا بترعش حاجه متعه لما تلاقي الاب بيسند بنته خلص المشكله جه خدها فضله وقال لها ايه الغلط اللي انا عملته يعني دي بقى مش هقول لك اب لا ده انا هقول لك اب وام وصديق وكله
لأنه هو احتوى بنته. دي أهم حاجة، ويمكن ده كان في الفترات اللي هي زمان، ممكن كان الاحتواء، كان الأهل في احتواء لأولادهم أكتر، لكن دلوقتي عشان احنا في عصر السوشيال ميديا والتقدم والتطور، فكل واحد دلوقتي أول حاجة الموبايل والفيسبوك والسوشيال ميديا. هقولك على حاجة حلوة، لو احنا خمسة أب وأم وعيل كل واحد معاه موبايل، هنعمل ايه؟ محدش هيكلم التاني. زمان كان في بيقعدوا على سفره او بيقعدوا على طبليه، بيقعدوا مع بعض بيتكلموا مع بعض. يعني انا ليا صديق قال لي ولاده كل يوم جمعه اقفلوا موبايلاتكم وهنقعد مع بعض بس، هنرجع. دي احسن حاجه اكيد. بس فده استشعر روح الاسره اللي احنا دلوقتي ايه مفتقدينها. فهو في النهايه نرجع لموضوعنا، الابتزاز هو الاستغلال لما شافك ضعيف، شافك في وضع القوة. أنا آسف يعني هحط نفسي في المشكلة. تمام. لو بنتي دلوقتي مستغلة وخدت أنا هقولك موقفين. بنت خدت المشكلة وعيطت وانهارت ومش عارفة تقول لأهلها. النتيجة يا إما هتنتحر يا إما هتفضل تديله فلوس أو هو اللي عايزه. طب بنت حصل لها نفس المشكلة قالت له طب شكرا، طب أنا عايز منك فلوس، انا مش هديك فلوس. وام تالت المشكله اهي قامت نقلتها لابوها، بقت معاها ظهر. وصله التواصل ما بين المستغل وما بين الشخصيه اللي هي بتستغل دلوقتي قامت قطعتها. هيعرف المستغل يجيبها دلوقتي؟ اكيد لا. هيعرف المستغل يستغلها بفلوس او اي حاجه ناحيه تانية؟ اكيد لا. عشان كده دي من اكتر المشاكل اللي هي بتواجهنا كمان على في من خلال السوشيال ميديا. بالزبط. يعني فدي مشكله كبيره جدا كمان. لقت لنفسها ظهر لا قالت لابوها. تاني حاجه انا يعني اديته بالقلم كده، انا خلاص انا قطعت صله التواصل. طب هو معاه اشربها، اصل هو كل المستغل ده هو المستفيد بايه؟ بالحاله الماديه اللي هو عايزها، لان هو عايز الماده دي علشان يشرب مخدرات او ايا كان. تمام. او اي ناحيه تانية مش عايز اقولها. تمام. الناحيه دي ما وصلتش، خلاص يبقى اذا اللي معاه ده ملوش لازمه. فهمتوني؟ اكيد. اظن المشاهدين وصلت الرؤيه. اكيد. المستغل طالما شافك ضعيف، يعني في مثل بيقول بيتقال الحمار يقدر اي حد يركبه لانه موطي. اكيد. الالفاظ اللي بقولها دي الفاظ مجتمعنا، اللي انا بقوله ده عشان انتوا تفهموه وتحسوه. مستسلم دايما يعني. بالظبط كده. انا قوي، انا هو فارد ظهري، انا قاعد كده، انت شايفاني في وضع ايه؟ القوه. اكيد. يوم ما انا هتكلم بتحديد قوه وثقه بالنفس وتحدي. الممثله سماح انور عملت فيديو بس بتتكلم يجي حوالي ساعه عن الخوف. انت تخاف ليه؟ انت كبني ادم تخاف ليه؟ ان كانت حبيبه تعيش الحب مفيش مشكله، الحب جميل، لكن في خطوط ما تنفعش تتحداها. تمام. في حاجه اسمها الحب العفيف، لكن الناحيه الثانيه بقى لما يبقى الحب يبقى في ضعف ما ينفعش تخافي، ما ينفعش تبقى ضعيفه، لان الاستغلال ده هيبقى لحد مراحل الارتباط. بالظبط. نقطه اخيره، وتاكدي تماما ان اللي معاكي ده لا كان حبيب ولا كان حتى ينفع انسان، لان ده غير سوي. غير سوي ده حطي تحتيه كذا كلمة. غير سوي يعني إنسان ممكن يكون بيشرب مخدرات، غير سوي ممكن تربيته غلط، غير سوي ممكن يكون سلوكه أساسا غير آدمي، غير سوي حاجات كتير جدا جدا. فيبقى أنصحك أول ما تشوفي نفسك إن أنت ضعيفة، أول ما تشوفي نفسك إن أنت بتنسحبي عاطفيا، الشخصية بتاعتك مهزوزة، إن أنت بتستغلي من كل شيء، أنت مش شايفة نفسك، إذا ده مش حب، ده تعلق. اكيد. بس طيب احنا في الحاله دي ممكن نعمل ايه؟ يعني حتى لو البنت نفسها، انا ممكن كمثال انا مديه لنفسي الجراءه، والشخص اللي قدامي ده حاول ان هو يهددني، رغم ان انا خوفي مش متغلب عليا، يعني انا ثقتي بنفسي وممكن انت تعمل يعني اللي انت عايزه، برغم ان هو معاه صور ومعاه مثلا فيديوهات او اي حاجه. انا قلت دلوقتي مثلا مهمين. انا دلوقتي حسيت ان قدامي بيستغلني، قطع وصلت التواصل بيني وبينه،
ايه هو التواصل؟ فون، سوشيال ميديا، فيسبوك او غيره او غيره. طيب ليه؟ لان حتى هو لو كل انا تعلقت بيه، تعلقت بيه عاطفيا، ده صعب جدا ان انت تخرجي من الناحيه العاطفيه، لازم تاخدي وقت. انا ما انكرش ده، اكيد طبعا انا ما انكرش ده، ولازم بتلجئي المختص علشان ان انت تخرجي من الحاله دي، لان احنا كمختصين بنقعد من الحاله. وفي نقطه مهمه، اهم حاجه ان انت عايزه تخرجي من الحاله العاطفيه دي او التعلق او اي حاله نفسيه سلبيه، انك تكوني انت عايزه. معنى ان انت عايزه تتعالجي 50% من العلاج التم، اكيد ال 50% التانيين دي تبعي انا، او انا اقدر ان انا اساعدك عليه. زي بالظبط غرفه مقفوله، تقدري تفتحيها؟ اكيد لا، لازم تكون هي اساسا عندها استعداد. طبعا افتحها على طول هقدر اخش الغرفه. وبدايه العلاج ان انا اكتشف ان انا يعني ايه عندي عندي حاجه ان انا عايزه اعالجها يعني، او بدايه العلاج نفسها ان انا اكتشفه، بدايه العلاج الاعتراف بيه. بالظبط الاعتراف بيه، مادام انت اعترفتي من جواك ان انت عندك مشكله وعايزه تتعالجي، لجأت المختص مفيش مشكله، ما عارفش يعالجك مثلا وروحي مره واثنين وثلاثه لانك انت عايزه. ممكن كمان انت عشان انت عايزه ما تروحيش للمختصين، انت بقوتك وبارادتك تقدري طبعا. ممكن من اول كلمه المختص يقولها لك، انا عالجت واحده بس بكلمه في تليفون، وفي واحده كان برضو في نقطه عاطفيه برضو، اربع خمس مكالمات وجلستين وما فيش، ان هي عندها ايحاء من جواها ان عايزه تعالج بس هي مش عايزه. عارفه الاضطراب اللي جواها، انا متعلقه بحبيبي بس انا عايزه ابعد منه لانه مدمرني. بس حضرتك انت مش متاكده تماما التاكد من جواكي الاراده انك عايزه تخرجي، انت عايزه ترجع له تاني. قالت له اه. طب خلاص والله العظيم لو قعدت سنه بعالجك. طب ايه هي الفروض الاساسيه اللي احنا ممكن نشوفها قبل العلاقه نفسها، او اللي تخليني اخد حد مع الشخص اللي قدامي؟ يعني ايه اخد حد؟ يعني اعرف منين اذا كان الشخصيه اللي قدامي دي ممكن ما تاذنيش مثلا بعد كده؟ يعني بصي كل حاجه بتيجي عن تجربه، وما بتجيش من يوم وليله، وما مش بتقعدي معاه كاختبار اولاني او ثاني، او دايما اليومين دول بقى بشكل مادي هو الاختبار الاولاني، ان كان البنت او ان كان الولد، ان كان في الخطوبه او كان في الحب او فبرضه ده مش هو الشكل الاساسي. برضه الشهر الاولاني ولا الثاني ولا الثالث برضه مش هو اهم حاجه. البنت في مجتمعنا العربي، السوشيال ميديا، في الحياه العامه لازم تكون حريصه. طيب حضرتك اتكلمتي عن الاستغلال وعن النقطه دي بالذات، وان حد ممكن يحط صور بالزبط. لما بنت تحط صورها على الفيسبوك ما فيش مشكله طبعا. بس في حركه عملتها صديقه، ايه هي؟ صوره هي عاديه بيعمل لها تعديل وتعمل لها هامش كده على وشها بحيث ان ما يعمل لهاش اموشن او تعمل لها افكت يعني. بعد كده عشان ما تعمل لهاش اي تعديل بالزبط. بقى بعد كده بالظبط، ادي صورتي اهي، بس انا عامل لها اموشن علشان ما حدش، او تكتب عليها اسمها عشان ما حدش يقول عليها، يعني حد ياخدها ويستغلها اي حاجه تانيه. دي نقطه. طيب رساله حضرتك بقى توجهها للاسر والشباب حاليا؟ زي ما انا قلت وبقول ومليون مره، هم حاجتين. ارجوكم لو سمحتوا ارحموا عيالكم وساندوهم، ارحموا عيالكم بجد. انت لو احتويتوا عيالكم ولادكم بناتكم صدقوني هتلاقوا أسرة بشكل تاني، بتتغير بشكل تاني. السند هي التربية الحقيقية مش العقاب، مش ان انا ازعق. يعني انا في جيران حواليا بيزعقوا وبيعملوا اكيد، واقعد اقول يا جماعة والله هتطلعوا عيالكم غير اسوياء. النقطة التانية والأهم، أرجوكم أنتوا بتربوا مجتمع على إعلام مسف. لو سمحتوا مسلسلات تتغير، الأفلام تتغير، بلاش بلطجة، بلاش الاستغلال، بلاش نطلع الصورة العامة لمجتمعنا المصري السلبية بطريقة غلط. تمام؟ أكيد. لو طلعنا الحب هنلاقي حب، لو طلعنا وردة هنلاقي جنبها ورد، لو طلعنا العيال بتشوف الحب وبتشوف السلام وبتشوف الاحتواء وبتشوف جبر الخاطر، دي أهم هتفرق حاجة كتير. السلام. والله أكيد. لما تخيلي معايا ان عيال بتبص او الاطفال يعني بيشوف الكرتون حاجه حلوه ليه؟ بيلاقوا حاجه جميله، الفواكه بيلاقوا كرتون بيلاقوا خيال. ايه المشكله ما نخلي المجتمع كله في شكل حب ونلاقي خيال حلو؟ اكيد.
يعني بدل الخيال اللي يقول هو ده المجتمع مخدرات وغيره، طب ايه المشكله؟ ما نحط علاج، ممكن نبص للجانب الاحسن بعد ما نحط كده. علاج، هو احنا لازم نبين البلطجي والمطاوي وفرد الدراع، وان البلطجي ولازم ان الجاني يكون بيشرب سجاير وسيجار، يعني يا عيني ده رجل اعمال، ما ينفعش ما ينفعش اطلع ان الراجل بيشرب سيجار، انا كده ربطت الاثنين مع بعض، وما ينفعش برضو اطلع ان القوه وان الجدعنه هي البلطجه، وما ينفعش اطلع ان الاسر كلها بيحبوا وان الاسر كلها بتغلط والاسر كلها في استغلال وتدمير. صوره الاعلام وان الاسر الاب والام يبقى سند لاولادهم، ده الحل الامثل للمجتمع كله. اكيد انا بشكر حضرتك جدا، كنت منورني النهارده، وان شاء الله ان شاء الله. طبعا للاسف وقت حلقتنا خلص، وكان نفسي ان انا اقعد باستضافه اكتر مع حضرتك والله، وان احنا يعني نعرف معلومات اكتر واكتر، وانا بشكر حضرتك وانا بشكركم جدا. انتظروني في حلقه جديده، تصبحوا على خير.